اسمي ياسمين، مقيمة بتركيا، متزوجة، سن 25 سنة، عندي ابن واحد. صراحة ما كانش عندي قاع الفكرة، وحتى عائلتي يعني ما كانوا ضد الفكرة، ولكن نقولوا يعني قسمة ونصيب، هذا الشيء اللي كاين. تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك، يعني ما فاتش مدة شهر ومن بعد تزوجنا ومشيت معاه لتركيا، هذا الشيء اللي كاين. صراحة ما نقدرش نقول لك مع او ضد، لان يعني كيبقى انت والحظ ديالك، يعني الوحدة فقط ترد البال، وكي كنقول ديما يعني الوحدة ما تسرعش وما تمشيش لشي بلد اللي هي ما عارفاش، يعني تفضل يعني من الاحسن ان داك الشخص اللي غادي تتعرف عليه هو يجي عندها باش ما تطيحش في مشاكل. صراحة أنا ما لقيت حتى شي صعوبات، لأن الزوج ديالي كان كيسافر بزاف، عنده بزاف ديال الثقافات وكيعرف بزاف ديال الثقافات، يعني كان كيتسارى العالم، يعني جاتو الثقافة المغربية زوينة بزاف وحبها بزاف، لدرجة أنه ولا حاليا مغربي ماشي تركي، يعني ما لقيت صراحة شي صعوبات معه. صراحة أنا ما لقيت حتى شي صعوبات، لأن الزوج ديالي كان كيسافر بزاف، عنده بزاف ديال الثقافات وكيعرف بزاف ديال الثقافات، يعني كان كيتسارى العالم، يعني جاتو الثقافة المغربية زوينة بزاف وحبها بزاف، لدرجة أنه ولا حاليا مغربي ماشي تركي، يعني ما لقيت صراحة شي صعوبات معه. كيفاش دخلت المجال اليوتيوب؟ انا ما كنتش كاع كنعرف شنو هو اليوتيوب، وفاش مشيت لتركيا يعني وليت هكا كنتلاها مع فيديوهات، لان يعني عندي غير قنوات تركيه وصافي، هادشي اللي كاين. من بعد وليت كنقول علاش حتى انا ما نديرش شي يوتيوب، ولكن ما كنتش عارفه انني غنوصل واحد النهار وغنتشهر، يعني درتها فقط كتجربه والحمد لله. المحتوى اللي كيعجبني نقدم للناس انني نقدم شي حاجه عفويه طبيعيه وصريحه، يعني ما نخلقش البوز كي كنقولوا، ونكون صريحه، هادشي اللي كاين، يعني ما نخلقش مواضيع تافهه ولا كاذبه. انا كاع اليوتيوبرز بنات بلادي فيما كانوا كنتفرج، يعني فيما كيعجبني شي فيديو كنتفرج في اي يوتيوبر، واللي كنتفرج بيهم بزاف 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 عندك اكرام بيلانوفا، وكنتفرج في طه ايسو، وكنتفرج في مغربيه في بريطانيا، مهم بزاف صراحه، يعني اي وحده مغتربه كنتفرج فيها. اليوتيوبرز اللي في تركيا كنتفرج فيهم كاملين هكا باش كنعرف يعني شي حاجات لا ناقصيني، لا لانهما تقريبا كاملين يعني مشاو لتركيا قبل مني، كنستافد منهم هكا بعض المرات. التقاليد اللي عجبوني في تركيا صراحه كيف ما قلت لك قبل، يعني راجلي ما عندوش عائله، يعني ما تقربتش بزاف من التقاليد ديالهم، لان تقريبا قولي عايشه 100% تقاليد مغربيه مع الزوج ديالي، ما عرفتش، المهم تقريبا كتجيني ثقافتهم قريبه شويه للثقافه ديالنا، غير حنا عندنا حسن الضيافه اكثر يمكن. كنت مشيت لواحد العرس مع الزوج ديالي، وكان الاكل يعني بقيت مصدومه كنقول فوقاش غير يحطوا الماكله، هما ما كي يعني ما عندهمش الاكل، يعني فقط ان يدوزوا وقيته زوينه مع بعضياتهم، وكيقول لك الاكل يعني ماشي شي حاجه مهمه، ولكن بالنسبه لنا حنا ضروري حسن الضيافه، وكيبقى العرس ديالنا من احسن الاعراس صراحه. كيف قلت قبل، يعني كيبقى نسبة يعني نصيب نصيب قسمة ونصيب، ولكن الوحدة ما خاصهاش تسرع، خاصها تشاور مع عائلتها مزيان، وكي قلت يعني خاص الواحد هو يجي عندها، ماشي تمشي عنده هي لشي دولة وحدة أخرى اللي ما عارفهاش، خاص داك الإنسان يجي عندها وتقرب منه، ويعني وتعرف على راسها فين غادا، ماشي غير تمشي لواحد البلاد اللي ما عارفة عليها حتى شي حاجة. بالنسبة
بالنسبه للقناه ديالي كيفاش طلعت، كي قلت لك اول حاجه الحمد لله رضات الله والوالدين، وثاني حاجه انني كنكون صريحه مع الناس، عفويه، ما كنحاولش نخلق يعني مواضيع اللي كاذبه وما كنمثلش على الناس، وحب الناس ليا هادشي اللي كاين. في المستقبل صراحة ما كرهتش أنني نكون كندير مواضيع اجتماعية هكا، يعني نهضر في مواضيع اجتماعية، نصح الناس، نخرج ندير تجارب اجتماعية في الشارع. يعني هادو هما الأفكار اللي باغا نخدم عليهم إن شاء الله في المستقبل، يعني ما بقاش يعني فقط محصورة في الروتينات وفلوغات، يعني بغيت إن شاء الله نطور من المحتوى ديال القناة ديالي. الطموح ديالي من غير اليوتيوب أنني نكمل الدراسة ديالي، وندير شي مشروع ديالي ان شاء الله يكون خاص بيا هنا في المغرب وفي نفس الوقت في تركيا. انا بالنسبه للمشروع ديال الملابس ما كانتش عندي كاع فكره قبل، وبالحق مؤخرا ولاو المتتبعات ديالي الاخوات كيقولي ياسمين علاش ما ديريش حتى انت مشروع ملابس، بقيت صيفطنا للمغرب ولا في اي دوله. كان فكر جاتني الفكره مؤخرا، ولكن ما غاديش نبقى فقط يعني محصوره في مشروع الملابس، كنفكر ندير شي حاجه ان شاء الله تكون اكبر، وغادي تكتشفوها ان شاء الله من هنا لقدام. بالنسبه لانتقادات صراحه ما كيجونيش بزاف بزاف، اغلبيه عندي تعاليق ايجابيه، وكيفاش كنتعامل معاهم انني كنشوف الفئه يعني الكثيره ديال الناس اللي كيحبوني، كنقول ما تديش ياسمين على الناس اللي ما كيحبوكش، يعني كاين في واحد الفئه اللي هي صغيره بزاف، كنقول ماشي مشكل الله يهدي الجميع، وبيان سور انا براسي ما كيعجبنيش كلشي، يعني خاصني نتقبل الخايب والزوين في نفس الوقت. بالنسبه لي كومونتير انا عندي ماشي مثلا غير المتتبعين ديالي اللي كيتفرجوا فيا، كتفرج فيا عائلتي اول حاجه، ماما، خوتي، رجال، يعني كيجيك بعض الكومونتيرات اللي مخله للحياه اللي كيجيك شويه ناقصه ان اخوك راجل يدخل يقرا هذاك الكومونتير، مازال انتقادات يعني بناءه انك تطوري من نفسك تطوري من شخصيتك ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للسب والشتم ان يدخل الاب ديالك ولا اخ ديالك راجل وهادي يدخل يقرا عليك شي حاجات اللي مخله للحياه والضرب في العرض، وهذه كتبقى شويه يعني كتحسي بالحقره. بالنسبه لليوتيوب اللي وقف معايا بزاف 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 عندك ماما وخويا، كنوجه لهم تحيه. ماما وخويا هما اللي عاونوني بزاف بالنسبه لليوتيوب، كنكون عيانه ولا كيشجعوني كيقول لي نوضي تصوري ياسمين ما تعكزيش وهادي، وكنوجه لهم تحيه من هذا الفيديو، الله يخليهم ليا ويخلي ليا الاب ديالي وكاع الناس اللي كنبغي. مؤخرا اليوتيوب ولا كيجيني يعني تقريبا طاقه سلبيه بزاف بزاف، وحنا بالعكس يعني كيوتيوبرز خصنا نعطيو طاقه ايجابيه، نفرحوا الناس، لان كل واحد فينا عنده واحد الكميه ديال الهم والحزن، يعني حنا كيوتيوبر يعني خاص الواحد ملي يتفرج فينا يلقى واحد طاقه ايجابيه، الواحد يفرح، ما يبقاش يعني فيما ندخلوا نلقاو شي حاجه تجيب لنا الكآبه والنفسيه كتمرض مع الوقت. هذا الشيء كيفاش ولا كيجيني يوتيوب طاقه سلبيه. ما نقدرش نقول لك راه اي واحد داخل اليوتيوب يعني الا وانه داخل باش يكون عنده واحد السالير يعني في الاخر ديال الشهر، يعني بيان سور دخلت من واحد الجانب اللي هو مادي، باغا نعاون راسي نعاون عائلتي نحقق شي حوايج في المستقبل، ندير المشروع ديالي، باغا ندير بزاف الحاجات ان شاء الله من هنا لقدام. تقريبا من بعد 7 أشهر تلقيت تقريبا 10,000 درهم، يعني تجمعت لي ديال 3 موا تقريبا. كان إحساسي أنني فرحت بزاف، لأنني ما كنتش خدمت من قبل، كنت كنخدم ولكن واحد صالير اللي هو رمزي أن في إيكول بخيفي ولا يعني ماشي بحال 10,000 درهم. فرحت بزاف، وأول حاجة درت هو أنني رسلتها الأم ديالي يعني كفخر ليا، وفي نفس الوقت يعني هي اللي كانت مشجعاني بزاف. هذا الشيء اللي درت اول خلصه ليا.
يقدر يعيش به الانسان، ولكن الا كان كيعرف يعيش كي كنقولوا على قدو. حنا دابا ولينا كنشوفوا اليوتيوب واخا تكوني كتدخلي حتى 10 المليون، ولا الانسان كيحاول يعيش حياه الرفاهيه وغير باش يبان مثلا، ولا غير باش يدير فيديوهات اللي هما واو، وديك 10 المليون ما غاديش تقدو. اللهم الواحد يبقى عايش طبيعي عفوي باش يعني كي كنقولوا يعيش شويه ويخبي شويه. السبب الرئيسي هو انا نشوف عائلتي، بحكم انني ولدت بوحدي ما شافوش ولدي، هذا هو السبب الرئيسي. بغيت نجيب ولدي يعني يشوفوا عائلتي، ما حدو باقي صغيوار، بحكم ان الاب والام ديالي ما يقدروش يجيو عندي في هذا الوقت هذا، راكي عارفه شنو الظروف كيفاش دايره، هذا هو السبب. يعني بغيت نشوف الحباب والعائله. دوزتها صعيبه صعيبه بزاف، بحكم انني كنت حامله واول حمالة ليا، وكنت بوحدي، ما لقيتش الام ديالي اللي غادي مثلا تعتني بيا، تشوفني شنو باغا، علاش كنت وحام بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله. ماما كنقول ليها كنبغيها بزاف، والله يحفظها ويطول في عمرها ويخليها لنا، ويحفظ جميع الامهات ويطول في عمرهم ويعطيهم الصحه يا ربي والعافيه. كلمه اخيره كنقول للناس اللي كيتبعوني، شكرا ليهم بزاف، وكنبغيهم بزاف، وكنحترمهم وكنقدرهم، وشكرا على الرسائل الزوينه اللي كيصيفطوا ليا، وعلى النصائح، وعلى الوقفه ديالهم معايا في فتره الحمل والفتره ديال الوحام، لانني بحكم انني كنت بوحدي، النصائح اللي كانوا كيقدموا ليا والدعوات الزوينه من عند الامهات اللي كيبغيوني وديما كيدعوا معايا، كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، كنحماق عليكم، وكنتمنى الله يجازيكم كل خير، ونتمنى في نفس الوقت نكون عند حسن الظن ولهلاي حشمنا نبقى في صباغتي ان شاء الله. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.